أريج بمهارة خاصة وقدرات ذهنية عالية، سرعة كبيرة، قدر الطفل السوري حسن عبد اللطيف أنه يحصد المرتبة الثالثة على مستوى العالم بمجال الحساب الذهني. واليوم رحلة النجاح والتميز رح تكون تحت مجهر صباحنا لليوم مع الطفل حسن عبد اللطيف والأستاذ علي حمدان يلي ساهم بدعم وتدريب هالملكة العلمية المتميزة يلي بتعتبر خطوة جديدة بخطوات التميز السوري على مستوى العالم. أهلا وسهلا فيكم، يسعد صباحكم، مبروك التميز. الله يبارك فيك. يا هلا، أهلا وسهلا فيكم. بداية رح نبدأ مع الأستاذ اللي هو اكتشف هيدا الملكة وهيدا القدرة والموهبة، ودائما اكتشاف الملكات والقدرات هو شيء رائع في حال استثماره بشكل صحيح. طبعا. نحكي شوي. هلا بداية من حوالي 3 سنين بلشنا بالحساب الذهني بالساحل عندي بالروضة، وكان حسون من أوائل الأطفال اللي سجلوا بهي الدورة، ومشينا معه بالمستويات كلياتها من ابتداء من المستوى الليفل 0 لليفل 6، وشفت أنا عنده المهارة المطلوبة والاستجابة السريعة مع الحساب الذهني. هلا هو بيتميز بالسرعة بالدقة بالإجابة الصحيحة، يعني نحن مو المهم انه يكون الطالب يكون سريع او قادر انه يجاوب على العمليات الحسابيه، لازم يكون الجواب تماما يكون صح او الاجابه تكون دقيقه، يعني نحن بدنا السرعه تكون موجوده وبنفس الوقت يكون عندنا الجواب دقيق وصحيح. طبعا هذا الاهم تماما. اكيد. هلا في اطفال ثانيين معنا بالبرنامج بيتمتعوا بالسرعه وبالدقه، بس الفواصل الزمنيه اللي هي كانت على اسرع شيء والدقه الكبرى كانت عند حسن بيمتلك لهي المهارة. حسن كيفك؟ نعم. خبرني كيف بلشت عندك هالشغلة الحلوة وكيف تميزت فيها ومين شجعك عليها؟ شجعتني الماما ودربت كتير كتير لحتى صرت بهذا المستوى. وانت مبسوط انك وصلت لهذا المستوى؟ قديش هيك بتشوف حالك قدام رفقاتك، قدام اخواتك، قدام اهلك انك انت عندك شيء مميز ما حدا عنده اياه؟ انا ايه هيك بشوف حالي احيانا. حبيبي. طيب شلون بدنا نحسب شيء هلا وعلى الهواء وقدام اللي كل يلي عم بيتابعوك؟ الاستاذ حيساعدنا اكيد، استاذ حتساعدنا نحن بدنا نحسب هيك شيء معه اكيد. تفضل. يلا. كيف نعمل نحسب؟ جاهز حسون؟ ايه. يلا 42 زائد 51 ناقص 43 زائد 15 الجواب 65. برافو، ممتاز. هلا هي احاد وعشرات. هلا نحن بالمسابقه بيتميز حسن بالقدرات اللي نحن اشتغلنا عليها. هلا المنهج الحساب الذهني السوري هو بيختلف عن المناهج الحساب الذهني اللي نحن كنا مشتركين فيها بالمسابقه. هنيك هو شارك بالليفل بي. ليفل بي لعمر حسن كان بيدخل معهم غير الجمع والطرح وغير الاحاد واحاد وعشرات، كان بيدخل معهم الضرب. الضرب هذا الموضوع نحن كطفل هو عمره 7 سنوات اشتغلنا معه وهو صف اول. هلا نحن بالمناهج الدراسيه اللي عندنا اللي بسوريا الضرب بيدخل معنا بالصف الثاني، بالصف الثاني من الصفر للخمسه، بالصف الثالث بيدخل معنا من الخمسه للعشره. فنحن كهو كطفل صف اول اشتغلنا معه على الضرب من صفر لعشر، يعني هي كثير قدرات كثير حلوه واشتغلنا معه بتعب كثير واضح على هاي المهارة أو هاي الملكة اللي نحن عم نشتغل عليها. بالإضافة إنه جدول الضرب من 0 ل 10 اشتغلنا معه على ضرب عدد بعدد وعدد بعددين وعدد ب3 أعداد مع حمل، بس هاي بتكون كلياتها على الأبكوس، مو إنه منتر على الأبكوس، يعني المعدد اللي بيكون مع الطفل الدوات. تماما. والحمد لله حققنا بفترة 4 شهور نتيجة كتير حلوة بتتواكب مع القدرات العقلية اللي بيتمتع فيها حسن، يعني مو إنه مثل الطفل عادي. نحن بالمنهج الدراسي العادي بياخذ بالصف الثاني جدول الضرب للخمسه وبالصف الثالث بيكمل للعشره. نحن هون كسرنا كل القواعد اللي نحن عم نشتغل فيها مع كطفل، ودربنا عليها من 0 ل 10 وبالاعداد كلياتها، ضرب عدد بعدد وعدد بعددين وثلاثه.
وهذا الموضوع يعني نحن مثل ما بيقولوا ان الفخر فيه، لانه عم نمثل نحن بلدنا، عم نمثل مشاركات عالمية تماما. كطفل سوري هو ضوى على نقطة انه نحن كطفل سوري هو قادر انه ينافس اطفال الدول المتقدمة، ينافس الاطفال البلدان اللي هن بيعتبروا نفسهم انه هن دول الحضارة او الدول المتقدمة. فنحن بنضوي على هذا الموضوع انه نحن كاطفال سوريين عندنا ورغم كل شيء مرينا تماما فيه، رغم ظروف الحرب اللي مرينا فيها 7 سنين حرب، قدرنا انه نحن نطلع او ننشئ جيل عبقري او جيل بيتمتع بمهارات عقلية متميزة، قادر انه هو ينافس فيها اطفال البلدان المتقدمة. انا هذا الموضوع بدي اسال عنه حسن. حسن احكي لي قديش وتشاركت بهالمسابقة حسيت انه في عندك شيء حابب تتحدى انت زملائك اللي بالمسابقة معك، وفي عندك مسؤولية وحابب كنت توصل لمراتب اولى؟ ايه كنت متوقع اجيب المركز الاول بس جبت المركز الثالث، وان شاء الله السنة الجاية اجيب المركز الاول. قديش كان في عندك حماس وقت رح تحكي لي شو شعورك شو عملت؟ هلا انا كنت محل بسرعة كتير، بس في رفقات سبقوني، بس انا كنت سريع هي وطلع معي خطأ واحدة. برافو شطور. يعني أريج رح نطلب منه كمان لحسن نحسب كمان شيء، والخطأ الوحدة عادي نتجاوزها وما عاد فيه ولا خطأ، خلينا نحسب شيء. تماما يلا جاهز حسون؟ يلا 15 + 54 + 12 الجواب 57. برافو ممتاز. برافو حسن. يعني لحتى وصل حسن لهالمرحلة هاي أكيد في جهود كانت مبذولة ومراحل. اليوم قديش مهم اليوم أنه هالجيل هذا يكون في عنده هالمهارة المتميزة يلي هي بتقدر تنمي له مهارات أخرى وبتضيف له إضافات جديدة بحياته. خاصة أنا لاحظت على حسن أنه هو كان هيك عم بيتمعن فيك، عم يركز، يعني يمكن نسبة التركيز عنده عالية. احنا ببرنامج الحساب الذهني بيزيد عند الطفل القدرات عقلية كتير، مو بس بإجراء العمليات الحسابية، بتزيد عنده الملاحظة، التركيز، الاستماع. يعني هو لما انت بتكوني عم تنقلي للطفل العمليات الحسابية ما بقى بيتشتت، ما بقى بيروح ذهنه لبعيد. هذا الموضوع بيزيد عنده موضوع التركيز اللي هو قادر انه يفيده بالحياة العملية، قادر انه يفيده بالمواد الاخرى سواء كانت مواد حفظية او مواد علمية. فهذا الموضوع احنا انا بتمنى انه نضوي عليه كثير، وكانت اجت المسابقه العالميه لحتى تضوي على هذا الموضوع مشان نسلط عليه مع الاطفال الثانيين بمختلف المجالات بسوريا، يعني بكافه المحافظات مع كافه الاعمار، لانه عم بفيد كثير القدرات العقليه عند الطفل اللي عم يخضع لبرنامج الحساب الذهني. نعم يعني بدنا نرجع نبارك له بالمرتبة الثالثة، المرتبة الثالثة بعدين بدها تصير المرتبة الأولى دغري إن شاء الله. شو بدك تقول لرفقاتك اللي هلأ عم يحضروك؟ شو حابب تقول لهم من منبر الإخبارية؟ حاب أقول لهم شكرا. وللأستاذ شكرا كمان. ولكل حدا يمكن حابب يتعلم الحساب الذهني بتنصحه شو بتقول له؟ يتدرب كتير. يعني قديش انت حسيت حالك انك انت يمكن صرت اشطر بالمدرسة او صرت عندك يمكن تفكير مختلف عن باقي رفقاتك؟ كمان دربت كتير. دربت كتير لحتى وصلت لهون. ولوين حابب توصل حسن؟ شو طموحك؟ لمستوى اعلى. بسوريا وبرا سوريا ما هيك؟ يعني طموح حسن بالفعل. أكيد إذا الله راد إن شاء الله السنة هاي جبنا المركز الثالث، السنة الجاية إذا الله راد ما بنرضى إلا بالأول والذهب. بنرفع علم سوريا على مستوى العالم كلياته مرة ثانية إذا الله راد. أكيد نشكر وجودكم معنا. شكرا كثير، ودائما الإبداع عم تكون له مساحة كثير كبيرة. شكرا كثير كبيرة برغم هذه الظروف اللي عم نعيشها. أكيد إن شاء الله. آخر حساب ذهني مع حسن. يلا حسن جاهز؟ يلا 44 + 50 = 12 الجواب 82. برافو ممتاز. أكيد نحن بدنا نتمنى له كل التوفيق لحسن، وأيضا حابين نعرف أي شخص أو أي طفل حابب يخوض هالتجربة كيف ممكن، وين ممكن يتدرب، وكيف ممكن يوصل ويصير مثل حسن؟ بجميع المناطق نحن منتشرين بالتعاون مع جمعية حقوق الطفل ومؤسسة تعلمني، اللي هن كان لهم الفضل الكبير بالدعم المعنوي والدعم كمادة علمية والدعم كمعنويا وماديا ومادة علمية بالسفر عمالي.
ماليزيا. نحن متواجدين بكافة المحافظات وقلنا مدربين منتشرين بكافة المحافظات، ممكن يتواصلوا عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك ويشوفوا وين المكان المناسب اللي بيناسب الأطفال أو أماكن سكنهم. شكرا كثير لكم. يعني دائما مثل ما حكينا وبنرجع بنعيد إنه الإبداع السوري له مساحة. هل بتلاقي يعني طلاب هيك مثل حسن هيك شوي عندهم هيدي القدرة بتحاول أنت أكيد. كمان تدعمها؟ يعني أكيد. قديش أكيد. في عنا هيدي النسبة؟ أنا باللاتقية نحن عنا طلابي أنا 1200 طالب. نحن اللي الطلاب اللي كانوا مرشحين لحتى يطلعوا على ماليزيا هنن 5 طلاب، التصفيات النهائية هي استقرت عليهم، لكن بسبب ظروف مادية معينة بتكاليف والسفر وهي نحن استقرينا على حسن. بس لو انه بدنا نطلع كل الطلاب عندنا كثير قدرات وخامات هي جاهزه لحتى تنافس على مستوى العالم، يعني مو انه بس حسن، بالعكس هو الله يعطيه العافيه وكثير حققنا مركز كثير حلو ورفعنا اسم البلد، بس عندنا كثير طاقات حلوه ممكن انه نحن كمان نضوي عليها بالسنين الجايه اذا الله راد. موفق حسن، ونحن كثير انبسطنا بوجودك معنا اليوم. سلام. شكرا لك. اهلا وسهلا. يلا معلش حسن خجلان. الله يخليك لكم، كل التوفيق لكم. شكرا لكم. شكرا لكم.